دول أهاليها شتى المجالات العلمية صروح تزهو مبانيها فيها القوانين الشرعية الدين دستور أهاليها شتى المجالات العلمية صروح تزهو مبانيها يا بها الجبال العالية يا بها السفوح الغالية. مرة أخرى مشاهدي قناة المرقاب الفضائية نحييكم ونرحب بكم في ملتقى أبها التشكيلي الذي تنظمه فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون منطقة عسير. معنا الآن الأستاذ أحمد السروي مدير فرع الجمعية ليتحدث عن هذا المعرض. مساء الخير لكم. الحقيقة المعرض يأتي ضمن فعاليات ملتقى أبها لهذا العام، تحديدا هو يأتي ضمن برامج الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها. الملتقى هذا يأتي كمشاركة من الجمعية في فعاليات هذا الصيف. ملتقى طبعا الجميل فيه بأنه احتوى الحقيقة على مشاركات متنوعة، بمعنى أنه مشاركات حرصنا أن يكون للشباب فيها تواجد وبشكل كبير. أعتقد أنه هناك شباب لأول مرة يقدمون لوحاتهم في هذا المعرض. أضف إلى ذلك أنه عندنا أيضا أحد الفتيات الصغيرات في السن شاركتنا بعدد أيضا من اللوحات. بالمجمل العام الحقيقة احنا سعداء جدا انه نقدم هذا الملتقى، واعتقد ان شاء الله ان القادم سيكون افضل ان شاء الله تعالى. استاذ احمد، حسنة تقدمها الجمعية بانتقال المعارض والانشطة التي تخص فرع الجمعية الى المراكز المولات والمراكز الترفيهية في المنطقة، ما يضفي على السياحة بشكل عام وعلى المشتركين في هذه الفعاليات يوم من المتعة والمرح. ممكن تحدثنا عن الأماكن السياحية التي تستهدفها الجمعية لإقامة مثل هذه الفعاليات؟ والله شوف، هو رسالة الجمعية يفترض أن يكون من ضمن المسلمات التي تعمل عليها أن تذهب إلى الجمهور. بالتأكيد المركز هو أحد الأماكن التي يتواجد فيها جمهور كبير بكافة طبعا شرائح. أعتقد أنه المعرض فرصة كبيرة لنا لتقديم ما لدينا من منتج، وأيضا لإبراز وجوه جديدة على الساحة الفنية. لدينا أيضا توجه إن شاء الله أنه يكون لنا مشاركات في غير محل، بمعنى أنه سيكون لنا مشاركات إن شاء الله في عدد من المتنزهات وفي أيضا بعض المرافق الأخرى، وستكون أيضا متنوعة ما بين إن شاء الله مشاركات خاصة بالتصوير الفوتوغرافي. أنا أعتقد أنه سيكون إن شاء الله وقريبا وخلال هذا الصيف لدينا رحلة خاصة بالفوتووك، وهي أحد البرامج الخاصة في لجنة التصوير الفوتوغرافي، وستكون إن شاء الله في أحد المتنزهات. ولذلك أنا أتصور أنه نخرج للجمهور أفضل من أنه ننتظر الجمهور أن يأتي إلينا، لأن المعادلة أعتقد أنها ستكون يعني أفضل وأجمل. يا بها الجبال العالية يا بها السفوح الغالية أحلى من أحلى حالية وأجمل من الطرف الكحيل. أنت النسيم والصبا وانت حكاية الصبا. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بقناة المرقاب في ملتقى أبها التشكيلي اللي تقدمه جمعية الثقافة والفنون في أبها. عندنا الجمعية تهتم باستقطاب مجموعة من المواهب الناشئة والأطفال المتواجدين في السوق، بحيث ننمي عندهم بعض المواهب. زي ما نحن شايفين فيه ورشة مفتوحة هنا، الرسم حر للأطفال،
نشوف بعض المقتطفات من رسمات ال... ايش اسمك يا بنت؟ لينا. لينا ايش؟ علي. لينا علي، ايش قاعده ترسمين يا لينا؟ ها؟ قاعده ترسم، ما شاء الله تبارك الله. ايضا في الجانب الاخر الاستاذ احمد سيف احد المسؤولين الورشه، يعلمكم او يخبركم بما. طبعا عندنا ورشه عمل اليوم، مرسم الاطفال اللي هو اليوم الثاني. طبعا عندنا المرسم اليوم الثاني، مرسم الطفل، معنا احد الاطفال هنا. ايش اسمك يا بطل؟ عبد السلام احمد. ايش عبد السلام احمد؟ ايش سلام أم أحمد سيف. الله يحييك أبو سام. إيش رسمت اليوم؟ قطار. قطار؟ كيف كان الرسم؟ حلو؟ انبسطت اليوم؟ أعطوك هدية شيء؟ إيش أعطوك هدية ولا باقي؟ باقي. الله يسعدك. باقي. إيش اسمك يا بطل؟ سعد. إيش رسمت اليوم؟ عكس. حلو، ما قصرت، يعطيك العافية. أعطوك هدية شيء ولا لسه؟ لا. باقي ها؟ إيش اسمك يا بطل؟ عمر. اليوم أنت مبدع الطاولة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يعطيك العافية. أهلا سعد، تعال يا سعد. كم عمرك يا عم؟ 12 سنة. ما شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. 9 سنوات. بتواصل بالرسم ايش بترسم؟ بحر. شو اسمك يا بطل؟ أنس. أنس؟ رسمتك اليوم بتكمل الآن؟ إن شاء الله. خلاص كمل، نعطيك هدية إن شاء الله. لسه ما خلصتي ها؟ طيب أعطوك هدية شيء؟ يلا، توفيق إن شاء الله. لينا. بسم الله ما شاء الله، بصراحة مبدع اليوم. كم عمرك يا لينا؟ 12 سنة. ما شاء الله تبارك الله. تحبين الرسم من أول؟ أيوه. بس إبداع اليوم، الله يعطيك العافية. شو اسمك يا بطل؟ مازن. ما شاء الله يا مازن، رسمك حلو اليوم ما شاء الله. إيش ترسم الحين؟ بيت وسيارة. الله يوفقك. توفيق، أعطوك هدية شيء اليوم؟ لا. إن شاء الله نعطيك هدية بعد شوي ها؟ اسمك يا شاطرة؟ ألين. ألين، إيش رسمتي اليوم؟ أرسمك اليوم، أرسمك. ما شاء الله، ترسمين يا أنا؟ ترسمين الطاولة؟ أيوة، بعد أرسم مول كمان. ما شاء الله، ما شاء الله. إيش اسمك؟ سارة عبد الله محمد. ما شاء الله. إيش بترسمين لنا اليوم؟ بحر وشمس وأولاد يلعبون. الله يوفقك إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله، خلصي وبتاخذين هدية بإذن الله. شو اسمك يا بطل؟ بسام. سلام ايش؟ جبران يحيى ظفر المالكي. ايش رسمت اليوم؟ انت ثاني لوحة ترسمها اليوم صح؟ لا، ثالث لوحة. ثالث لوحة، رسمت أول لوحة ايش؟ أول روح لوحة عقابة. كانت إبداع ما قصرت. شو اسمك يا شاطر؟ أمام. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. بس هذه ثالث لوحة لها ترسم؟ طب ما تتكلم، بس بسم الله ما شاء الله، ثاني لوحة. ثاني لوحة ما شاء الله. وانتي تفاصيل النبأ، وانتي لنا الحلم الجميل، انتي لنا الحلم الجميل، تشهد بقايا الثانية انك غنى وغانية، دامت قطوفك دانية ودام لك ظل ظليل، العرعر بسفحك ربا والزهر يزوع الربا، من حسنك تغرى الضبا، مالك على الدنيا مثيل، مالك على الدنيا مثيل. أبها براد دافية وأبها ضباب صافية، يبها عرفتك وافية، ما تعرفين المستحيل. الله يسعد مساكم جميع، معكم التشكيلي عوض زارب. في عندي أعمال مشاركة ضمن ملتقى أبها التشكيلي لعام 2013، أعمال واقعية مستوحاة من بيئة عسير مدينة أبها. في عندنا اللي الكبار السن اللي هم يتميزون بالسكينة، بالصلاة، بالقرب من الله، لوحة للاستغفار كبير السن عندي. في أعمال ثانية، عمل مستوحى من
أصالة أهل الجنوب، شموخ الفرس الخيل، عزة قوة. العرضة الجنوبية ألوان مقاربة لبيئة أبها، أو في عندنا عمل عن الأطفال السورية، ألوان قاتمة حزينة، طفل حزين منكسر لا يملك شيء، واضح من هيئته أنه فقير مظلوم حزين، شخص من جبال عسير يتميز بنظرة ثاقبة، نظرة فيها حدة، أيضا قوة، هيئة، مستخدم أدوات كلها من بيئته، الشح والريحان. في عندنا أعمال أخرى اللي هو المدخل الشعبي، في عندنا عمل هنا اللي هو المغتربة أو حملت مسؤولية أكثر من طاقتها، متجهة إلى فين وما معها أحد. في عندنا الخيل اللي هو يرمز أيضا إلى العمل السابق، العزة، الأصالة، من أعمال القريبة إلى قلبي. فيه عمل هنا نظرة أمل، المرأة دائما ما تكون تطمح وتأمل إلى حاجات كثيرة، صورتها في عمل بسيط نظرة أمل. في عندنا الصقر برضو أيضا من بيئة أبها وعسير، منقض على فريسة، الوالدة اللي العجوز اللي الصباح مبرهة ولكنها في نفس الوقت تحمل هموم. الطفل السوري لوحة قريبة جدا لقلبي، النظرة فيها انكسار، خوف، اهتمام باللي في يده. هذه أعمال شاركت بها في ملتقى عسير. أشكر لكم متابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله. دستور أهاليها شتى المجالات العلمية، صروح تزهو مبانيها.